معك برنامج ما وراء الجدران. أنا عمان. راي معنا حضرة جميلة، يعني جميلة الأولى وأنت يا شقيقتك جميلة الثانية إذا صح التعبير، لي من تحنا اسمها صفتها. أنت واش تعرفي على هذه القضية باش تقدري تفيدينا وتفيدي المشاهدين لما يشوفوا فينا؟ أنا شفت أختي، أنا هذه الطفلة جابتها لي مربيتها. نعم. عندها اللي في الاتحاد حلها. يعني هذه جميلة إيه؟ كي جات لعندكم ما كانش عندها. شوفي أنا يما كانت خدمت في باب الواد لاقيين جيروندو وني ولدو. يما كانت خدمت ما تعرف لي ساش فام وكاع. دوكي أنا هاد على حساب ما عرفت باللي هذه جميلة لا يعني اللي جات لعندكم ما وراء الجدران. كي رحت ولدها يماها يما شغل دات لها لي فغيت فامي. يعني يماك هي اللي دات لي فغيت فامي. أنا عندك ولا صبيطة. لكي تأكدي لأنه هذه معلومة ربما ما على بالهمش بها. هي لبت لها بالبيت فامي وحطت هذه أختي وحطتها في البيت فامي تاع هذه داية. جيد. يعني راكي تأكدي أنه يماك هي اللي سرقت الدفتر العائلي. طيب ديته من تما من صبيطة لعبت لها برجلي هذوك ولا دم ولا لاصاص فام ولا ربيع تتفاصلوا يما دات خات أختي هذه جميلة عندها البيت فامي عندها يماها مروكية. اها. فهمتيني اختي؟ يعني انت كتكلمي على يما جميلة، انت يا سيداتي، انت اللي مروكية. يعني شوفي صباح نروحوا نقطة بنقطة، معليش فهمينا. معليش اختي. يعني هذه جميلة اللي هي اختك اللي تربيتي معاها. نعم. ماشي جابوها لكم الناس ولا يماك هي اللي جابتها. قطعت المكالمة. إيمان من فضلك عاودي اتصلي بها، يعني تعترف اعتراف خطير تقول لك أنه يما الألغاز كلها يعني حلت. تقول أنه يما هي اللي سرقت لي فغيت فامي. ما نعرف ربي علم انا ما قدرتش. هي وين ولدتيها؟ انا ولدتها في بني مسوس. اسمح لي قطعتك. اذا صباح الو. انا عام وي الو. راكي تسمعي فيا هكذا من فضلك؟ انا عام راني نسمع فيك. يعني راكي تاكدي انه يماك خطفت هذه الطفله من العياده وزادت سرقت الدفتر العائلي وجابتها للدار تعيش معاكم؟ انا عام جابتها ورباتها معانا. راكي تاكدي هذا الشيء؟ سبحانك يلا. قولي لي هذه اختك اللي راهي معاكم ما عندها باباها ويماها ولا ما عندهاش؟ ما عندهاش، عندها داك اللي فيها يماها مروكية بصح ما تعرف لا يماها لا باباها. وانا هذه اختي هذه اللي تربات معنا لا تمشي على كوارت هذه المخروقة. هذه دوك حنا يما كي رمتنا رمات زوج دراري ورمتنا ورمتني انا طفلة. دوك حطت لها هي البانية فيلا في بليدة. هي كتبت لها كاع على اسمها. وانتوما حوزتكم من البيت. نعم يعني صباح راكي تاكدي انه جميله اللي يماها مروكيه اللي حاضره معنا في البرنامج هي الحقيقيه. نعم هذيك هي الحقيقيه المراه. هذه لابد ان تحاكم ويعيط لها تعيط لها العداله ويسقسيوها على هذه المساله. كنا في انغيزو شبكه.